بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز سريع على ليسن 3. هيكون في اكتر من سؤال، حوالي 4-5 اسئله. تعالوا نبدا كده باول سؤال. بيقول لي elements of group 7a is known as a. احنا كان عندنا مجموعتين اساسيتين، منهم مجموعه اسمها هالوجينز، والهالوجين ده اللي هو الجروب 7a. ماشي، الجروب 7a ده الجروب اللي هو كان بيضم الكلورين، فلورين، ايودين، الحاجات دي كلها كان اسمها ايه؟ كان اسمها هالوجين. فمهم جدا انت تحفظ الهالوجين وتحفظ كمان الايه، العناصر اللي جوه الهالوجين. ليه؟ لان السؤال زي ده مثلا بيقول لك is considered from halogens. مين في دول هالوجين؟ صوديوم ولا كلورين ولا هيليوم ولا كالسيوم؟ طبعا ايه؟ كلورين. الـ العناصر اللي اسمها هالوجينز لازم تكون حافظها. خلاص؟ كلورين، فلورين، برومين، ايودين، لازم تكون حافظهم. سؤال تاني بيقول لي all the following metals react with water except. كل دول بيتفاعلوا مع الميه طبعا ما عدا الكابر، لان الكابر ده يعتبر ايه؟ ضعيف، ما يقدرش ان هو يقعد مكان الهيدروجين. Which of the following is halogen that exists in solid state؟ انا السؤال ده جه في امتحانات قبل كده وكان الناس مش عارفه تحله. يا جماعه احنا عندنا حاجات في الهالوجين جاز، وفي حاجات ليكويد، وفي حاجات سوليد. الجاز زي الكلورين والفلورين، ركز في الكلام ده، كلورين وفلورين دولت اللي هو السي ال والاف، دولت كده مع بعض دولت ليكويد. البرومين اللي هو البي ار ده، سوري انا اسف، معلش، لا انا اسف، الكلورين والفلورين دول كده جاز. خلاص، البرومين ده ليكويد، الايودين اللي هو الاي ده بيبقى سوليد. فاجابه السؤال هنا، اجابه السؤال بيقول لي which of the following exist in solid state، طبعا هتبقى الاجابه ايودين. ليه؟ لان الايودين هو اللي بيبقى موجود في الحاله الايه، موجود في الحاله السوليد. بس خليك فاكر، لو انا سالتك في الامتحان كلورين فلورين جاز، برومين ليكويد، ايودين سوليد، ماشي يا شباب؟ كان يهمني جدا ان انا اقول لكم على الكام معلومه دولت على تعليق على الدرس، وان شاء الله نكمل مع بعض. وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.